أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، أخوتي الأعزاء، شكرا الله يكديكم على الاشتراك ديالكم. عيد مبارك سعيد، العواشر مبروكة. أخوتي الأعزاء كنصوروا معكم هاد الخريجة، دائما كنديروا هاد الخريجة في هاد الساعة هادي، كنديروا بحال الفيديو كنهضروا على يعني الكاسو ديال علي وصال، ونهضروا على الكاسو ديال بوش لاغيم. يعني واحد الانسان مابغاش يتقي الله يعني في الام ديالو، يعني في الوالدين ديالو. هذاك الله قال وطبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يعني الانسان كيطبع عليه الله سبحانه، صعيب باش تأذي الام. الام راها شي حاجة كبيرة مقدسة، ولا تشرك به احد وعقوق الوالدين. يعني هذا الانسان هذا الله يكون معنا ومعاه، ما كرهناش. يعني حنا كنبغيو العائلة ديال الازرق، وعارفين الشياطين يعني اللي عملوا هذا قمجو، هو اللي عامل هذا الصداع كامل. وحمو ميريكان يعني غير ماشي مفشكارة مقطعة، راه الشيطان الكبير هو قمجو، يعني هو اللي يعني حشومة. يعني بتسب انت واحد الام يعني كبيرة، ما فهمتش هاد الناس اللي كيتبعوا هاد القوم هادو. يعني الانسان اخر يسب واحد المرأة كبيرة عليه، واخا تكون كاع ماشي اي امرأة في العالم وتكون كبيرة في ديك السن. حنا كمؤمنين يعني كنحتارموا المرأة يعني اللي كتكون كبيرة في السن، ضروري كنحتارموها. اخوتي الاعزاز علاش؟ على حساب السن ديالها. ولكن هاد الشيطان ديال قميجو هو اللي عامل هاد، والغلط ديال حمو الميريكان اللي مشاو عطاو ما غلطوش، حبل ما غادي يدوز داك الشيء. وهذاك الشيطان، الشيطان ما كيدخل في الانسان يعني راه صعيب باش تخرجو. هذاك عامل قميجو دابا في بوشلاغيم، يعني بوشلاغيم والعائلة الازرق، يعني الشيطان دخل معاهم بواحد الشيء ما كيتصورش. ولكن ملي ما غيطلعش اخوتي الاعزاز يعني دابا شوف، واخا نقدر دابا يضرب عالي يضرب فويصه غادي نقوزوها له، لكن ملي في الحاجة المرأة كبيرة والحاجة يعني هذه حنا كنأس يعني كنعرفوا يعني باللي الأم خط أحمر، مرأة كبيرة كنحترموها من العهد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. مرأة كبيرة دائما كان الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم كيحترمها. اخوتي الاعزاء كنشوف هذا قميجو شيطان يعني مريض، يعني تخال مع هذه الاسره يعني تعدى. فاحنا اللي بقى فينا هو ذاك الانسان اللي مشى، يعني راك تشوف انسان من يموت الله يلطف ويمشي في هذه الحاله هذه، والام غاضبه عليك والاب. يعني احنا كنطلبوا احنا يعني كما هو من العائله ديال بوشلاغيم، احنا ما يعني بالعكس كنبغيوها. وهذه اللي ما نبغيوش وهو هذا قطع صلة الرحيم، تأدي الأم ديالك بواحد الإنسان ما ساوي ما والو. خوتي العزاز على داك الشيء قلنا ضروري الإنسان تحياتي خوتي الاعزاز، كنشكروا يعني الناس اللي كيتبعونا، الناس اللي كيعملونا اللايكات، شكرا. كان الله يهدي هاد بوشلاغيم على الام ديالو، الله يهديه عليها. وهاد قميجو يعني ما يخرج من دار العيب الا غادي يكون عنده واحد العيب، يعني حشومه وعار. يعني انت بتدخل الناس كيدخلوا بالخير، كيبنيو الجوامع، كيحفروا التلاوات، يديروا الحاجات، وانت يعني كتعمل اعمال شيطانيه. يعني هذا الشيء هذا كيجازع عليه الله في الدنيا وفي الاخره. هذا الانسان اللي كيدير هكا بين يعني جميع الحاجات، يعني وقع خلافات بحال دابا مع علي ولا وصال الدنيا.